بنصبح على حضراتكم، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، وفي النهارده امطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس. كمان امطار متوسطه قد تكون غزيره ورعديه احيانا على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، وامطار خفيفه على شمال الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. حضرتك يمكن من يومين كنت معايا على الهواء وقلتي كمان ان في توقعات كبيره بسقوط امطار اليوم، هنتكلم عن خريطه سقوطها والكميات كمان المحتمله وفق خرائط التوزيعات. يعني ناس كتير قوي بتقول ان بتبقى فيه في اماكن بتكون الامطار متوسطه وامطار خفيفه، وزي ما حضرتك بتقولي في اماكن تانية بتكون غزيره جدا. بالفعل يمكن كميات الامطار دايما بتختلف من منطقه لمنطقه ومحافظه لمحافظه، يمكن ساعات احيانا نفس المحافظه كميات الامطار بتختلف فيها. صحيح. احنا اليوم متوقع ان احنا نتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه واحيانا السحب الرعديه اللي هيكون معاها سقوط امطار على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد. كميات الامطار بتبقى اكثر في المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، تحديدا في مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، سواحلنا الغربيه وشمال الوجه البحري متوقع عليها امطار تكون متوسطه في مجملها، ممكن تغزر احيانا في بعض الاماكن ويصاحبها بعض ضربات البرق والرعد. الامطار ايضا هتمتد لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري الصوفيه والغربيه والشرقيه، بعض المناطق من مدن القناه، خليج السويس، سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق من سيناء، وهتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، احيانا ممكن ايضا تكون سحب معها ضربات البرق والرعد. في بعض الاماكن كمان من القاهره الكبرى ممكن تشهد سقوط امطار خفيفه، ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن وتتحول من خفيفه الى متوسطه في بعض الاماكن، ممكن كمان يكون في سحب رعديه مصاحبه لسقوط الامطار في القاهره الكبرى. الامطار كمان هتمتد لبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، وتكون امطار خفيفه قد تكون متوسطه احيانا، يعني امطار متفاوته الشده على المحافظات الساحليه حتى محافظات شمال الصعيد على فترات متقطعه من اليوم، ومتاكد ان كميات الامطار ممكن تختلف من محافظه لمحافظه. مع سقوط الامطار كمان في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، طبعا هيحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فهنحس بالانخفاض الطفيف في درجات الحراره فتره النهار العظمى على القاهره الكبرى متوقع. طيب قبل ما نقول درجات الحراره بس كنت عايزه اسال حضرتك عن هل الامطار هيكون فيه معاها رياح فده هيزود احساسنا ببروده الجو، ولا سرعه الرياح معتدله؟ لا بالفعل في نشاط نسبي للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه في اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس اكثر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، مع كمان وجود السحب اللي احنا اتكلمنا عليه ده هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، فهنحس بالاجواء الشتويه، يعني نقدر نقول المائله للبروده خلال فتره النهار على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه، اجواء بارده الى شديده في البروده خلال فترات الليل وخاصه ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر. بالنسبه للحاله الجويه دي يعني كنت هسال حضرتك بالنسبه كمان في امطار وفي السحب، هل في كمان شبوره مائيه؟ لا، هي النهارده عشان في نشاط للرياح خلال فتره الصباح فرص تكون الشبوره المائيه كان ضعيف جدا، ما لاحظناش اي شبوره مائيه على اغلب الطرق، لكن متوقع الشبوره دي تكون غدا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لان احنا غدا ان شاء الله هنبدا نشعر بالتحسن في الاحوال الجويه، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، نسب رطوبه موجوده في الجو بعد سقوط الامطار، فبالتالي غدا متوقع تكون شبوره مائيه قد تكون كثيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهنبدا نشعر بالتحسن في الاحوال الجويه من غدا وعلى مدار باقي ايام الاسبوع ان شاء الله، يمكن كمان مع نهايات الاسبوع يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره فتره النهار. تمام، عايزه اسال برضو حضرتك عن حركه الملاحه البحريه بالنسبه للبحرين الابيض وكمان الاحمر.
هو طبعا نشاط الرياح مش هيأثر تماما على حركة الملاحة البحرية، لأن ارتفاع الأمواج على البحرين بيكون ما بين 1.5 إلى 2 متر. البحرين هيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، فمش أي مشكلة في حركة الملاحة البحرية بإذن الله. أي نصائح تحبي تقدميها للسادة المشاهدين بخصوص انخفاض درجات الحرارة والأمطار النهاردة؟ بالفعل طبعا في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار اللي فوق المتوسط، خاصه المحافظات الساحليه، مهم جدا اثناء سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع والمباني المتهالكه. مع سقوط الامطار او الشبوره المائيه اللي هتبقى موجوده معانا من غدا ان شاء الله، لازم تبقى القياده بنت اسامه على اغلب الطرق، نتبع كافه تعليمات المرور. بالنسبه لارتداء الملابس، هنحافظ على ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار، وفترات الليل تكون ملابس شتويه ثقيله خلال فترات الليل المتاخر والصباح الباكر، لان احنا كمان مع نهايات الاسبوع هنشعر بالانخفاض في درجات الحراره فترات الليل، مش عاوزين نستدعي بفترات النهار بعد فتره النهار اللي هنشعره مع نهايه الاسبوع ونغير نوعيه الملابس. كمان لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، دايما قبل ما نخرج من البيت نعرف الحاله الجويه ايه، وعشان ما نتفاجئش باي ظروف جويه مختلفه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منور غانم عضو مركز العام لهيئه الارصاد الجويه، وبشكر حضرتك جدا على التنسيق معانا دايما ومع كل المحافظات الجمهورية بخصوص الحالة الجوية. تعالوا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحرارة متوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 17، الصغرى 11، العاصمة الإدارية 17-11، الإسكندرية 17-11، العلمين الجديدة 17-12، مطروح 18-12، دمياط 18-12، بورسعيد 18-12، إسماعيلية 19-10، السويس 19-10، العريش 18-10، كاترين 11-1، طابة 17-11، حلايب 22-15، شلاتين 24-14، شرم الشيخ 21-13، الغردقة 21-11، الفيوم 17-7، بني سويف 17-7، الوادي الجديد 21-6، أسيوط 18-7، سوهاج 19-7، قنا 20-9، الأقصر 20-8، وأخيرا أسوان 21-9. النهارده نحاول كده ناخد بالنا خلال ساعات النهار او طول اليوم ان ممكن يكون في امطار في اي وقت من اليوم، ممكن تكون خفيفه او متوسطه او غزيره، لكن نحاول نخلي بالنا كمان لان الطقس بارد جدا النهارده وفي الساعات المتاخره من الليل واكيد الساعات الاولى من الصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.